الشيوات لاله مولاتي عند اختصاصيه فن الطبخ والحلويات سناء مضلال باكادير، وغادي نتعرفوا جميع على الاقتراحات ديال الكوتي والمملحات المتنوعه اللي غادي توجد للمستمعات اليوم. صباح الخير سناء. صباح الخير. لاباس عليك؟ صبحتي؟ الله يبارك فيك. كي دايرين الناس باكادير؟ كلشي بخير؟ بخير كلشي لاباس. الله يبارك فيك الحمد لله. مرحبا. بخير الله يبارك فيك. ان شاء الله غادي نعطيو واحد الاقتراحات اللي هما بالنسبه للكوتي للوليدات. اييه ان شاء الله. الكبار. اييه فعلا. غادي نبداو بواحد الكاليك اللي هو سالي سيتري. واخا. اللي حاجتنا به 250 غرام ديال اللوز محمر وقشورتو. 230 غرام ديال الزبدة، 90 غرام ديال الفورص، ملح، 6 ديال البيضات، و 320 غرام ديال سميدة، وغنحتاج واحد الخمارة ديال الحلوى، و قطيرات ديال الزهر، واخا أييه، وشوية ديال القرفة. بالنسبة للحشوة ديال هاد الكاليت هذا غنحتاجو 500 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، واحد الحبة ديال البصلة، شوية ديال الزعفران حار، شوية ديال السمن، قرفة، شوية ديال سكنجبير، الملح والإبزار، وغنحتاجو واحد شوية ديال العطرية ديال البصلة ديال الدجاج راه موجودة كتباع، واحد ربيطة صغيرة ديال الربيع مربط، واحد شوية. بالنسبه للطريقه، في واحد الطنجره كنديروا الدجاج مع البصله مشلطه مع جميع المقادير اللي عندنا، وكنخليوها كتقلى شويه وكنرويوها بنص كاس ديال الماء فقط، وكنخليوها كطيب على خاطرها. من بعد كنزوب هذاك الدجاج ديالنا ملي كيطيب، وكنزود هذيك الربيطه ديال الربيع، كنخليو هذيك البصلة حتى كتغمر حتى كتنشف. وحنا كنكونو فرتنا هذاك الدجاج. في الأخير كنخلطو هذاك الدجاج مع البصلة، وكنزيدو واحد جوج معالق ولا ثلاثة ديال البخاليني إلا كان توفر. بالنسبة للطريقة هذه ديال الحشوة. الحشوة أييه صيبناها. بالنسبة للحشوة ديالنا الطريقة الأولى كنخدمو كناخدو اللوز كنحمروه بقشرته كنطحنوه كنطحنوه مع سنيدة كيطحن مزيان، كنزيدو عليه الزبدة مدوبة وكنزيدو البيض. غير هو بالنسبة للبيض كنديرو بيض. اللوز إلا سمحتي سناء كنطحنوه هو سخون باش يجينا معلك ولا ماشي مشكل؟ لا يكون بارد. بارد واخا. يعني يكون بارد. كنطحنوه يعني من الأحسن غنشدو داك اللوز اللي كيبارد غنطحنوه. إييه. ونعاودو مرة ثانية نطحنوه مع سنيدة باش يجينا معلك. حيت خاصو يجينا بحال الشكل ديال الدقيق. أييه. ميجيناش معلك. أييه. ومني كنزيدو البيض كيف قلنا كنديرو بيضة مورا بيضة. كنخلطو الكل وكن يعني هاد المقادير كنخلطوهم وكنزيدو جميع المقادير اللي عندنا اللي من هاد الدقيق والخميرة كلشي. والخليط كيكون شوية ثقيل. أييه. كناخدو واحد المقلة ديال وجدة أولا مقلة كبيرة أولا لي سيرك اللي بغا يديرهم فرد. الإطار ولا أييه. اي حاجه عندهم غير هي ملي كتكون في ديك المقله عاوتاني كتعطي واحد يعني بالنسبه كتكون عائليه. كناخذوا المقله ديالنا اولا لي سيرك كنحاولوا اننا نلبسوهم بالورق سوفريزي، يعني كنقطع هذوك الدوائر ونديروا في الصنطه ديال الجناب وكندهنوا هذاك الورق بالزبده. اييه. كنخلص بالخليط ديال هذاك اللوز. وكناخدو الدجاج اللي حنا صوبناه مع البصلة كنفرتوه من الفوق، وكنعاودو نخويو الخليط لاخر اللي بقى لينا. وكندخلها الفران كطيب على خاطرها بالمهل، يعني مكنجهدوش عليها الفران، وباش كنعرفوها طابت يعني بحال ديال الكيك كنحاولو نخشيو شي قطيب أولا شي موس هذا كيخرجناش كنعرفوها طابت. غير بالنسبة للسيدات اللي غيديروها اللي كنديروها في المول ديالها كنحاولو نخليو واحد الثلث باش كطلع، لأن فيها غير اللوز والبيض يعني والخميرة راه كلهم كيتزادو في الحجم. هكداك. أييه. واخا. مخفتش ليهم. أييه. يعني هادي عجين باللوز ويعني والحشوة في الوسط ديال هذاك الدجاج. أييه. كتشكل البسطيلة. أييه. حنا أنو لبسنا البسطيلة بالورقة هادي باللوز. تقريبا شحال كتبقى في الفران؟ يعني شحال تقريبا؟
21 دقيقة. 20 دقيقة. هي هذيك هو اللوز راه دغيا كي اييه لانه هي العافيه تكون مهيله بزاف باش كطيب على خاطرها. واه يعني ما نحاولوش نجهدوا عليها العافيه. اييه تكون عافيه متوسطه. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك. هاد الكاليت يعني بهذا الشكل بشكل يعني مختلف. مختلف. اييه